ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. هكلمكم النهارده عن عرض جامد جدا جدا موجود في الكتالوج الشهر الحالي، وهو مسكره الحواجب. مسكره الحواجب زي ما انتم شايفين في منها درجتين، اللي هو البني الغامق والبني الفاتح، تمام، او يسموه البلوند يعني. هو هنا دي اسمها ميديوم براون ودي براون، بني غامق وبني متوسط او فاتح، تمام. المسكرة دي من الحاجات اللي انا مسكرة الحواجب دي، في ناس ممكن تكون مش مستوعبها قوي، بس دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا. وليه بقى حلوة؟ يعني ليه هي حلوة؟ اولا هي سهلة جدا جدا وسريعة جدا جدا في الاستخدام. انورهم لكم الاتنين معايا اهم، دي درجة الديب براون اهي، هقرأ لكم على ايدي. هي بني غامق، انا بستعملها على حواجبي، هي بني غامق، يعني ممكن تكون ظاهره في الكاميرا شويه سمراء، بس هي ديب براون، هي بني غامق فعلا. ودي اللي هي الميديوم براون اهي اهي، تمام. يعني ممكن اكون انا ايه لحد ما مخلصاهم شويه. دي بني، يعني واحده بتدي درجه لو انت بتحبي حواجبك تبقى فاتحه خدي الميديوم براون، لو انت بتحبي حواجبك تبقى بني غامق خدي الديب براون، تمام. اهي الدرجتين اهم قدامك. ليه بقى بقول لكم انا بحبها جدا؟ لان هي حاجه هي اسرع من القلم، يعني انا بحسها اسرع من ان انت تقعدي ترسمي حواجبك بالقلم كمان. هي سريعة جدا، بعدين بتدي شكل ناتشرال قوي، يعني شكل طبيعي للحواجب، غير ان انت تبقي رسمها بقلم وكده وباين ان هي مرسومة، لا. فالمسكرة مسكرة الحواجب انا بحبها لانها بتدي شكل ناتشرال جدا جدا للحواجب، كأنك اصلا مش حاطة اي حاجة على حواجبك ولا فيها اي حاجة، بتبان طبيعية جدا. الواناتها حلوة قوي، الكاتالوج الدرجتين انا بحبهم قوي، الواناتها جميلة وبتبقى ثابته معايا وقت طويل جدا جدا لحد ما انا اغسلها، ما بتسحش ولا حاجه ولا الكلام ده. يعني فثباتها عالي، الواناتها حلوه، سريعه معايا في الاستخدام، ما بتاخدش وقت، بتبان ناتشرال. فبجد من الحاجات الحلوه اللي عليها عروض كمان قويه الشهر ده، وسعرها حلو، فبجد لازم تجربوهم. يعني ممكن تشوفوا الدرجه اللي بتحبوها، او لو بتحبوا الاثنين الشهر ده عليهم عرض كويس جدا، لازم فعلا تجربوه. شكرا يا بنات.